صباح الخير لكم الفامي، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم مرة فلوق عارفين ديال الحسيمه ديال البحر ديال كل شيء. دابا يلاه جينا للبور ديال الحسيمه. اول ما دخلت لقيت الباطو ديال الملك، يلاه جيت لهنا لقيت واحد الباطو جاني زعما شويه شيك. سولت واحد السيد تيكون هنا في هذا الباطو، وياخذ هذا الباطو جوج ديال الملك هنايا. كاين هذا دابا ورا انتيغدي نصور، المهم كاين هذا ها هو اللي فوق، هذا كاين هذا وكاين اللي مورا بجوجهم ديال الملك. دابا نورمالمون الملك ما كيدخلش من هنا، كيدخل من جهه واحد البحر ديال تلا يوسف. هاهو شافني وقال لي ممنوع نصور، صافي نورمالمون خصني نصور صافي. دونك من تما كيدخل الملك، داك كيدخل من جهه تلا يوسف من اللور. دونك الباطو كيهزوه من هنا وكيديوه لتما. البارح فاش كنت في كالابونيطا بان لي الباطو ديالو دايز، وما صحابيش هو دابا هو باين الباطو زعما شي، ولكن بعد اكدت اليوم فاش جيت سولت السيد وقال لي بصح هذاك هو ديال الملك. جوج عنده هنا محطوطين، منين جا دابا الحسيمه يمكن ما يكونوش دائما على طول العام، كيجيو الحسيمه عاد شي يجيو هاد الباطو يوت هنايا. حتى هنايا البوليس، كاين داك البوليس اللي تيكونوا في الباب ديال القصر واقفين هنايا في الحار ديال الباطو ديالو. عرفتي دابا كنت واقف هنايا ويبان لي الباطو ديال الملك خارج. هاو خويا مشى الباطو الاولاني، دابا الباطو الثاني. انتي غدي تصور شي دابا كلشي في الباطو اللي ماشي كان عندنا، انتي غدي كلشي واقف البوليس، انتي غدي فوق كاع فوق ما تبغي تصور شي باطو هنا، انتي غدي تدخل الكاميرا ولكن خاصها عاوتاني. دابا مش دابا الباطو غادي يمشي مشي تلا يوسف على اللي يمشي في المالي. المهم حتى حنا غنمشيو دابا لتلا يوسف، اصلا كان ولا بروغرامي كنا غادي نمشيو ونمشيو، نقدروا نلقاو تما نقدروا نلقاو ان شاء الله. دابا نكملوا الفلوق ديال البارح، هو عندكم دابا نتوما في نفس الفيديو. ما فلوقتش البارح، مشينا مور حال تلا يوسف ولكن ما صورتش صراحة، ما بقتش معايا نمشي نصور. علاش ما تصورش؟ كيما جينا جزيرة باديس بقيت معايا التليفون وبقيت معايا كلشي باش نصور. داك الباطو اللي شفنا البارح مشينا لتلا يوسف صراحة ما لقيناش تما الملكة يركب لدازيم تما وصافي. دابا اليوم عاوتاني حنا جالسين هنايا في جزيرة باديس، هو عاوتاني دايز من اللور. صورت فيديو دابا نحاول نحطو. قبيلا مشينا للحدود بين اسبانيا والمغرب، واحد زرق دابا عاد هز شحال هذيك ما كان هكاك باين، دابا ولا باين. مشيت تما هزيت حجرة ديال اسبانيا وحطيتها عندنا، هزيت الرملة ديال المغرب حطيتها في اسبانيا، الرملة ديال اسبانيا حطيتها في المغرب، خربقت لهم داك الشيء. عرفتي راسيني فوق بدا كيشوف فيا كيبغي يسال، قال لي مايمكنش. وخلانا ندخلو تما، عندهم واحد التيران ديال البولي، عندهم واحد التيران ديال البولي. العسكر ديال اسبانيا كيهبطو يلعبو تما. اللي ما فهمتش في هاد القضية هو دابا التيران ديال البولي جاي حدا الحدود، إلا كانوا هما كيلعبو في داك التيران البولي كيفاش غادي إلا طاحت كورة عندنا؟ واش زعما داك العسكر ديالنا غيرجعو لهم كورة؟ غنمشي عاوتاني نصور داك البلاصة، نصورتها صورتها فين كاينين العسكر ديال اسبانيا، نصور كلشي. هاو دابا شنو المرة الثانية اللي جيت لهنايا للحدود، قبيلة جيت ما جبتش معايا تليفون باش نصور، دابا عاد جيت باش نصور لكم هادشي كامل. هنا كاين واحد العسكري ديال المغرب، قبيلة بقيت كنسولو في الآخر قال لي داكشي راسي بخير، أنا مبقيتش نبقى نقول كلشي صافي. دابا مبغيتش نعرف شنو نمشي نوقف حداه، غنحاول نصوري من هنايا بلا ما يعاود يهضر معايا. صافي هادو هما الحدود هنايا، نورمالمون هاد الخط الزرق هذا ما خصكش تفوتو. عارف هاد الخط هذا شي كتفوتو كيبدا عارف اي كتفوتو راه هما العسكر الفوق صافي كيبدا كيشيلك، ما خصكش تفوت هاد الخط الزرق صافي. هنا فين كيلعبو، هنا فين كيلعبو العسكر ديال اسبانيا، هنا كيلعبو الفولي. دابا هنايا وهنا حنايا دونك راه تقدر طيح كرة عندنا، ما عرفت زعما واش حنا كاين هنا في العسكر ديالنا، ما عرفت زعما واش رجعوها لهم ولا لا. دابا شي سؤال طاح لي في راسي، سولت داك العسكري قلت له دابا فاش كيكونوا كيلعبوا الا طاحت لهم كره تردها لهم؟ بغاش يجاوبني،
بقاي داكشي صافي سيكلي داكشي ما خصنيش نبقى نهضر فيه ما خصنيش صافي خليته على خاطره. دابا هما راه هما دابا اسبانيا من هنا كتبان الطياره جات قبيله الصباح جات كاع ما كنت انا راه هما العساكري هنا ماشي هما دابا راه المهم راه هما العساكري الفوق هذا البحر الا بغيتي تدخل البحر يمكن لك تعوم تما غندير واحد اللعبه نعاودها غنهزو الرمله من هنايا شي غنهزو الرمله من هنايا من اسبانيا نكبوها في المغرب عاوتاني نهزو الرمله ديال المغرب نكبوها في اسبانيا صافي حررت اليوم انا جزيره شباديس صافي هي هادي هكا دايره هادشي النهار كله دازير هنايا مشنا حتى شي بلاصه النهار كله بقينا هنا كنا كنعومو صافي هاد النهار هذا الشيء اللي كاين نشوف نقدر عاوتاني غدا نكمل الفلوق نقدر نحبس هنايا غالبا نقدر نخلي حتى نقدر نكمل الفلوق الا مشينا عاوتاني شي بحر اخر